فنانين الكوميك. الجدارية الليلية عبارة عن شخصيات قديمة تعايشنا وياها منذ الصغر، جسدتها بصورة غطرية انهم ماسكين كتب، يعني حتى منذ الصغر ان الكرتون كان يعلمنا، كان مفيد بالنسبة حق الاطفال، فحاولنا ندخل فيه كذا فكرة. إذا يجيني اللي في جيلي واللي أكبر مني يشوف الرسمات اللي أنا أقدمها ويتذكر رجعه طفل من أنه يشوف الشخصيات اللي كان يحبها، هذا شيء حلو، وغير أنه محبة الناس وقرب الناس لك حسسك ترى بشعور جدا جميل.